السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكما تعلمون يوميا سنقوم بشرح هذا الموقع يعطيكم كفاءة على الفيديو، لذلك سنقوم بشرحه يوميا. سنقوم بإظهار التاريخ الذي تحدث معنا أي مشكلة. كما تلاحظون تاريخ اليوم هو 9 أبريل 2021، سنقوم بإظهاره إلى بضع ثواني كي لا تحدث معنا أي مشكلة. ننتقل الآن إلى شرح الموقع. هنا تظهر واجهات الموقع كما تلاحظون. هنا إجمالي مستخدمي الموقع 8480 مستخدم. هنا أيام عمل الموقع، الموقع يعمل منذ 15 يوم. هنا موقع التواصل الاجتماعي للموقع. هنا تظهر تطورات العمل المشهورة، العمل الرقمية المشهورة في 24 ساعة الأخيرة. لتسجيل حساب في الموقع نضغط على ريجستير من هنا. هنا تضع الاسم الكامل، هنا اسم المستخدم، وهنا الايميل الخاص بك، وهنا كلمة المرور، ثم تقوم بإعادة كلمات المرور، ثم توافق على شروط الموقع، ثم تضغط على ريجستر لتسجيل، ثم ستقوم بتسجيل مباشرة حساب في الموقع. بعد تسجيل حساب في الموقع نضغط على ساين ان لتسجيل الدخول الى الموقع. نضغط على ساين ان من هنا. هنا تضع اليوزر نيم الذي استخدمته في تسجيل حساب في الموقع، وهنا تقوم بوضع كلمة المرور، ثم ستقوم بمباشرة بتسجيل الدخول إلى الموقع. سأقوم بإدخال بياناتي، وسأقوم بالضغط فقط على ساين إن لتسجيل الدخول إلى الموقع. هنا تظهر واجهات الموقع بعد تسجيل الدخول. تختار العملة التي تريد أن تعمل عليها. هناك مجموعة من العمل كاللايتكوين، إيديريوم، البيتكوين كاش، البيتكوين الريبل، اليوز دي تي، الداج، الدوج كوين، وترون، ومجموعة من العمل الأخرى. نقوم نحن مثلا باختيار البيتكوين. نضغط على بيتكوين من هنا. هنا تظهر واجهات الموقع بعد تسجيل الدخول. هنا يظهر الرصيد الخاص بك كما تلاحظون. هنا يظهر المجموعة الذي قمت بإيداعه في الموقع، وهنا يظهر مجموعة أرباحك من الإحالة، وهنا مجموعة سحوباتك من الموقع. للإيداع في الموقع نضغط على ميك ان انفستمنت من هنا. هنا تختار المبلغ الذي تريد إيداعه. كما تلاحظون الحد الأدنى للإيداع هو 0.001 بيتكوين. نضغط عليه مثلا. نقوم بالضغط على 0.001 بيتكوين. هنا يظهر أرباحك في الساعة، ستربح 100 ساتوشي في كل ساعة، وهنا ستربح 2400 ساتوشي في كل يوم، وهنا 16800 ساتوشي في كل أسبوع، وهنا في الشهر ستربح 72000 ساتوشي. لإتمام الإيداع في الموقع نضغط على ديبوزيت فاند من هنا. كما تلاحظون يقول لك الموقع قم بأخذ هذا الأدرس، الخاص بهم، أدرس البيتكوين الخاص بهم. تقوم بالضغط على كوبي على هذا الأدرس، وستقوم بعمل بإرسال لهم 0.001 بيتكوين، وستقوم بالإيداع في الموقع. للسحب من هذا الموقع نضغط على ميك ان انفست من نضغط على عفوا على ويتدرو. نضغط على ويتدرو من هنا. كما تلاحظون يقول للموقع سوري يو هاف نو فاندز تو ميك ا ويتدرو، ليس لدي اي رصيد لاسحبه من الموقع. كما تلاحظون اذا كان لديك الرصيد تقوم بسحبه من هذه الواجهه. هذا الموقع ايضا يعطي مكافاه على الريفلرز. نضغط على الريفلرز من هنا لنعرف مكافاه الاحاله.
كما تلاحظون هذا هو أدرس الإحالة الخاص بك. تقوم بالضغط على كوبي لينك وستقوم بنشر هذا الأدرس وستحصل على نسبة مئوية من إذاعة الموقع. كما تلاحظون ستقوم بشأن نشره في قناتك على اليوتيوب أو على جروبات الواتساب أو على مجموعات على تليجرام أو ما شابه، وستحصل على نسبة مئوية من إذاعة إحالتك. صراحة هذا الموقع رائع جدا، نتمنى أن تعملوا عليه بالتوفيق إن شاء الله.